ويا مرحبا الساعة، نرجع مرة ثانية مع كينجدومز اند كاسلز، الحلقة الثانية. خلال اللعبة تمشي الحين. ايوه على السريع، لعبة على السريع سوينا الليل. لا مش الليل طبعا. اوب، هذا مال بارتيات مطلوب، هذا طبعا مطلوب لأهل المدينة، طبعا مش حقنا نحن. رجاء عدم فهم المواضيع بالخطأ لو سمحتوا. هذا قاعد يزرع شير في منطقتي، لو سمحت لا تزرع شير كل مكان. قلنا نبغى شير يعني، بس ما نبغى نغطي المدينة. وين التاون؟ وين مال بارتيات؟ خلنا نسوي بارتي بعد، خليه يبنونه. انزين يا حبكم للبارتيات. ومحتاجين بيت ثاني، وبنبني بيت ثاني. طبعا البيت الثاني بيكون جنب البيت، بنمد لهم شارع، وشكله بنحط بيت هني. بندهلز المكان شوي. ايوه بندهلز بالضبط، هي الكلمة الصحيحة اللي تشكون فيها للحظة. مش ما له داعي تشكون في الكلمة اصلا، ندهلز كلمة صحيحة 100%. وين التاون الكاسل؟ وقلنا بنبني، بنرسم وين حدود الخلعة. طبعا انا كنت حاط حصى هني ما عجبتني، الى بداية الخلعة بحطه هني، وبقص الغابة قص لو سمحت. قال لي كلير تري، ما علي بنحط بوابة هني زيادة مضر. وبعدين بني من هني، بنلفها من ورا، بنخلي غابة داخل المدينة شوي خفيفة صغيرة. عندنا اللي هنا بني فوق البحر، فما تصور بيكون في اي مشاكل عندنا. شو وضع الاكل عندنا؟ هو الاكل اكثر شيء واحد يخاف من الاكل، والله الاكل مصيبة. هذا مخزن اكل ما بيغطي على هذا، لا ما بيغطي. اموره طيبة، مرة طيبة. محتاجين مخزن أكل، مخزن الأكل يخدمكم في الشتاء، ترى في الشتاء يخدمكم خدمة مش طبيعية. فالحين ما يقدرون يوصلوا فوق 50، وإذا أنا عندي مثلا الأكل زاد، واللي هو حاليا صعب، راح يطلع فوق 50 أكيد أكيد. أيوة هذه خلينا أضرب عليهم الضرائب. الضرائب محتاجينها نحن حاليا، لأن الجولد بنبني فيه ولا بنشتري فيه اشياء وجيش وهيرو حق المدينة نفسها، فما بيكون على الفاضي اصلا يعني. مش الضريبة هاي ما تكون على الفاضي، ليست عبثا. بنحدد المدينة الحين، المدينة هاي بحددها لين المدينة الاولى. لين ساعدوني لوين؟ لا لين هني حبة، خطف من هني، نرجع من ورا بموازات هاي. ممتاز ممتاز، انا اشوفه ممتاز على الاقل. مش في الاندستري ولا في التان. ايوه هذا هو، محتاجين 50 حصة وعشرة جولد. الحصة وعشرة جولد. هذا مطعم، مطعم خلنا نشوف يصرفون اكل اكثر اذا يبنى لهم مطعم. فرض ما يصرفون يعني، يراعون الوضع الاقتصادي الصراحة اللي نحن عايشينه حاليا. حطيه بطريقة نروم الرز شي ثاني بعدين. الجماعة قاعد يزرعون بحسن مرات بشكل عشوائي الصراحة، قاعد يترسون مدينة شير. بس زين شير، زين شير يخدم الواحد، لأن عندنا احتياج الخشب مش طبيعي، والحصى احتياج كل شيء مش طبيعي في الواقع. احنا ما عندنا حصى، وانا مشغل اثنين مش واحد، اثنين. حتى هذا يبغى له ذهب، بما انه يستوي عندنا مكتب ضرائب الحين يستوي عندنا ذهب. نبغى حديد، نوظف كم واحد حق المستقبل. يلا حديد، قول حديد زين، الإنسان يحتاج حديد. شيل الشيارة اللي هني لو سمحت، حطي مثلا على الحديد هني. شكرا لو سمحت ازرع الشيار مالك هني لو سمحت يعني، ممكن لو سمحت يعني ممكن تقص هذا. استوى عندنا مخزن الأكل لين 250، شكله وضع جيد. ليش يتكم الأكل؟ بعد عندنا نقص في الأكل. يا الله شعب أكيل، شعب يعني. أنتو في سيتي سكايلان ما فكيتوني من المجاري، وهني ما بتفكوني شكلكم الأكل، بتمن جوعاني علي 24 ساعة. شو اللي فيكم؟ شو الفجع اللي فيكم؟ ارحمونا يعني شوي. There is no road sir. We need roads.
في كونكت ترود وي كان بلانت. يس طبعا لازم تكون الارض خصبة، ما اقدر ابني في اي مكان، يعني هنا ممكن ابني، هناك ممكن ابني، مش مشكل المكان، ممكن ابني ولا ابني هني شارع زين، وهني تاون، وما عندي، عندي ايوه هذا الخطة الاساسية، ايوه هذا الباب خلاص عنده مكان يطلع، ما اتصور كان بتكون مشكلة يعني، بس انه حلو حلو حلو، ممتاز ممتاز ممتاز. ما عندي فلوس اسوي لكم مكتب الضرائب، مو شغال علي ابدا ابدا، مش معي مكتب الضرائب. خل نعطيهم الجولد تاكس، نعطيهم اكل ونعطيهم شو اسمه ونعطيهم عيشه ونعطيهم، لازم يكونوا شوي اطيب معانا يعني. اها اذا ما حطيت ماء هني كل شيء بيبدا يحترق، لو سمحت ابنوا مال ماء هني، خلنا نعطي الزرع ماء لو سمحت يعني اذا ممكن، ولا واحد فاضي من 69 نفر اللي عندي ولا واحد، يعني انا مشغلنهم كلهم بشكل صحيح. مستشفى، مستشفى شيء مهم الصراحة احسه. لحظة المستشفى كم يباله؟ ولا اتهور من غير ما اطالع؟ بتهور بتهور، وتهورت حطيت مستشفى متأكد انه ما منه فايدة، لا مستحيل ما منه فايدة، مستشفى هو بس. ادري تبغى اكل، ادري يا الفجعان يا الفجعانين يا الفجعانين. في ماء هناك ما نحتاج ماء، وبنزرع ها وبنزرع هني، ما يصير نزرع بما اني ببني على البحر داخل البحر، وهاللي ناولنا على الاقل، على الاقل النية يعني، النية محسوبة يعني، النية مع النية محسوبة، محسوبة بخير. هذا تشيل 12 نفر، هذا يشل 25 نفر، بس ما اقدر اسحبه برا، اشوف المساحة اللي ياخذها حسب احط احتياطي المستقبل ولا ما يستوي. هذه اول زاوية، انا سويت حركة ذكية واني حددت المدينة ويت بنيت برعها، اشكرك الصراحة اشكرك، بس زين ان عندي درب، عندي طريقة الحمد لله. افرض ما عندك طريق يعني شو بتسوي؟ ليش اروم اسوي شارع يعني؟ لو سمحتوا انتجوا اكل حق الجماعة، لو سمحتوا ممكن ممكن تنتجوا اكل، نبي نحطيه حق الخشب حق الحصى. ضيعت خشب على الفاضي، ما يشل ما يتحمل، طلع ما يتحمل، انا لازم ادور لي موارد حصى مختلفة. انا بسوي بوابة المدينة هني، فالخطوة الحكيمة شل هذا وسوي شارع للحصة هذا، بس ما اظن بحتاج لكثر حصة حاليا، حاليا محتاجين وفرة اول شيء الاكل، فود كله يبالي عمال، ما اعرف اذا ان عمال يكفون، بس خلنا نجرب. نجرب خباز، انواع جديدة من الخبز من الاكل يعني، يسمونه خباز، يسمونه خباز. شوفوا عاد مشكلتكم كيف تطلعون صراحة، انا ببيت وابا بيت هني وما بشيل الزرع، تبون روحكم ماكلين الدنيا كلها وتبون خباز، اهم شيء الخباز يعني في الوضع كله. الارض يعني قابلة
للزراعة قابلة لهذا، بس نبغى نبني القلعة، نبغى نرفع جدران، نبغى نبدأ نحط سور، نسوينا مهرجان. إذا هجموا علي ويلي الصراحة، ما حاط أي دفاع، أي دفاع، ما في دفاعات عندي مرة. هذا مؤقت، بعدين بمده داخل، بمده داخل. بس الحين اللي محتاجينه نرفع الجدران شوي، نفس هذيل، بعد مرة ثالثة برفعه واحط فوق الرماح. قاعدة اللعبة هاي كل مكان الجدار اعلى كل ما الرمح يرمي ابعد، فمن مصلحتي اني اسوي اصلا جدران عالية. بس الحصة هو يتعب الواحد شوي، يعني الحصة يتعب جدا 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 متعب حصة. ما عندي ولا واحد فاضي، المدينة مليانة، المدينة مليانة. ببني خلاص شي حولهم، شوي قصر شوي متموج، لكن محتاجين مباني أكثر شوي، مبانينا ما تكفي. مباني لا تكفي. هي احترق احترق. انت في عندك ماي صح؟ هي في ماي، بس حق اللي تحته ما في ماي، بنحتاج ماي حق هذي. ايوه والله كنت حاس. كنت حاس. بدل هذا تسوي الشارع، خلني اسوي شارع زين. مو منه فايدة اصلا، مو منه فايدة استشارة. نبي بالجدار هني، والجدار راح يحترق كل شي. فا اذا هاي القضية حط مي خلاص، بنلف الجدار من ورا وبنروح. الله غفورا رحيما. الحين نبغى نحط الاساس الثاني اللي هو هذا هني، بيكون مفروض. بس نبغى البوابة هني، لازم البوابة، لازم البوابة. خلنا نكسر الخشب هذا كله. كسر الخشب، وهذا خشب، وشي مخازن، شي كل شي، كل شي موجود عندنا كل شي. بس السوق مو بقى الحين، هذا شوي اكبر بس مو التاون. نبغى شوي خشب زيادة، بحط بيت كبير هني، حط بيت ضخم شوي، مكتبة. أيوة دخلنا في سالفة السعادة. سيد حطي حق واحد مكتبة، الثاني بيقولك انت حطيت له مكتبة. ما حطيت، ليش حطيت له مكتبة ما حطيت لي انا؟ انا بعد ابو مكتبة، فلازم نحط اي مكتبة ثاني. بس مش هني، لا هني يكون افضل، يوصل هالبيوت هاي انا اشوف احسن. اكتب انا بني بيوت هني من ورا فيما بعد، اتصور بعدين مش الحين. بيوت شكرا، حجزت مكان اخيرا. ايوه هذا هو المطلوب. اتاكس انميز ذات كان وذن رينج، رينج انكريز. شوفوا تحت مدى يرتفع، مدى يرتفع. مارو محطي على الامارو، فانا بحطي واحد من هايل.
على امل يسوي شغل اذا الحين احد يانا. بحطي هني، ما عندي حصة كافية، عندي 105 تنفار والسعادة قاعد تنزل والناس زعلانة والوضع تعبان. ما يمشي عندي، ما يمشي، محتاجين خشب. ممكن نشيل هذا، ممكن نشيل هذا، ممكن نشيل هذا. لما نطلع شارع انا بسوي مكان، هلكتونا في ال اوكي. طبخة ثالثة نفس هذاك، بحط حماية هني هذا تحت هذا فوق. من يخلصونه عندي طابق حماية هني، حينا بسكر هذيلي، بس بعد ما نسكر هاي لأن قال عيبالها بيبان، بيبان موجودة. لازم نكمل الجدران الحين على أساس ممكن تكسرون هالشير هاي. طلعت اللي في حياتي. شو المبدأ؟ المبدأ انه يوم يهجمون علينا هذا على ايزي، لانه ما في حد هجم. تصور لو كان هذا هارد او شي كانوا زعلوني الحين، يعني حرفيا ما امزح. لو سمحت لو سمحت. ايوه هذا الشير بعد مخرب. زين تون اندستري حط لنا هذا ونحط لنا هذا على اساس انه ما نعرف انه ما لنا عمال، على اساس انه ما اعرف انه 105 شيء عندي مش كل واحد فيهم فاضي على اساس ما اعرف. صح لا ما اعرف، ما اعرف قص عليهم نقول انه ما نعرف. تون كنت بحط البيت الكبير هني بس صراحة غيرت رأيي. يا الله سمع صوت التنين، سمع صوت التنين. يعني برج برجين ايت من هالصوب ليش؟ كفو والله قام يضربه، جريء الصراحة جريء. انا اقول خاطر لا تضربه احسن، يدف عليك الحين انت بروحك لك عليك شوي. يدف عليه الحين والله يدمره، يدمر الجدار مع ال صديق التنين. صديق التنين لو سمحت روح شوف شغلك، لا تستهبل على مدينتي لو سمحت لو سمحت. راح من المكان اللي ما عندي فيه شيء، مور مبني دفاع هناك اصلا عندهم ماي هناك. لا الحين اظن ان البرج مالي قاعد يهجم عليه هو معصب. خلنا نشوف بيتم معصب علينا ولا لا. اول تنين لنا في اللعبة يعني. سعادة التنين ما تموت يا سرشك من الصبح 4 ساعات صار يرشك.
تنين بعدها بهالي ما حد يهجم علينا يعني. زين ابى اهدم هذا البيت وابني مكانه بيت ثاني. هذا البيت اذا هدمته فرضا وحاولت ابني البيت اللي ما عندي فلوس حقه، هو الحين بيستوي عندي شوي بس مصدر ثابت ما هو شغال عدل، لازم نساعده شوي، لازم نبني ممرات مائية، بس هالبيوت كلها لازم تتبدل، لازم خلنا نسرع اللعبة شوي. لازم شكرا شكرا شكرا، هاتوا الاكل هاتوا كل شيء، رجعوا كل شيء من اول وجديد. بنهدم هذا دمنولش تاون كوتج، حاطين بيت ثاني، محتاجين اكبر عدد من العمال نقدر نحصل. طبعا انا استغنيت عن شوي عمال يوم هدمت البيت مقابل اني احط بيت جديد، لكن اتصور ما في مشاكل، اتمنى اتمنى ما في مشاكل. الفرق الكبير يعني لو كنت شال هذا، لو اشل هالثنين بعد يعني هذا البيت ساكن خمسة، هذا 12، يعني بدلت خمسة في 12، لا بدلت 10 في 24، لا معادلة جيدة معادلة جيدة معادلة جيدة، تستاهل تستاهل محاولة محاولة جيدة جدا. هذا ما راح يكون عندي فلوس حاليا. المدينة هاي بعد يبالها جولد، التاكس سنتر مالي رب، بس ما عندي سكان، بس ادفع وايد انا على المستشفى، وهذا استعجلت لان المستشفى ياخذ مبلغ وش اسمه ياخذ عني مبلغ وكل حد ياخذ عني مبلغ، فلازم اجيب ناس زيادة تسكن قبل لا ابدأ احط هالسوالف. المفروض ما اسوي اشياء الصراحة، خليني بناس تسكن زيادة ونتوهق في مشاكل اكل. المفروض اكون اوكي من ناحية الاكل، بلا يعطينا علامة لا تخوفني، تو طلعنا من موضوع ما له داعي، ما نبغى ندخل موضوع ما له داعي ثاني. ممكن تهدمون هالشراء هاي؟ ليش تخلونها تي في حياتي؟ اهلا، من وين بيهجموا علي هاي؟ ايوه اكيد اكيد اكيد، اماكن ما فيها دفاع اكيد طبيعي طبيعي، يا مكثرهم يا مكثرهم. ليش اللعبة ما فيها بقريد؟ انا هل مزعلني، لازم نسوي بقريد اللعبة. كالعادة ما في خشب، وانا اقطع خشب من الصبح، وانا من الصبح شغلتي بس اقطع في الخشب هذا. ممكن شوي خشب، ولا عندي حتى جولد. موت موت، ذبحوهم ذبحهم كلهم لو سمحت، ادفع لك راتب. انا اعتقد اني في ورطة،
اتوقع، مش اتوقع، شبه متأكد، انا شبه متأكد انه متورط انا حاليا. المشكلة انهم ما ينصبوا بالابراج، تعالوا صوب البرج. ايوه، خلوه يرشكم، رشم رشم رشم، لا ترحمهم. اقول ايه، رشم خياس، رشه اشتله خايس. كفو، نجينا بالحظ، نجينا بالحظ. انزين، تعرضنا والتنين والهجوم، والحين بنسكر الحلقة هذه، بنكمل الحلقة الجاية، بنشوف، بنبني السور كامل على اساس نأمن المدينة من كل النواحي. و إلى اللقاء الحلقة الجاية، واتمنى تشوفون الحلقة الجاية ان شاء الله وتستانسون. حياكم الله.